بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة. اليوم الفيديو خاص، بدينا طبعا مشاية بزيارة سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه العباس. فهذه احنا بالبداية مثل ما تشوفون مواكب راح تشوفوها بعدها، يعني ناصبيها لكن ما مباشرة بعملها، اختاريت الوقت انه احنا يعني وقتنا العفو يكون من بداية حتى اقدر نوصل، يعني اذا وصلنا من وقت نوصل الى الحرمين لسيد الشهداء ابي عبد الله الحسين واخيه ابو الفضل العباس. فخليكم ويا هذا التصوير. هسه شوف هذا بداية التصوير. احنا طبعا هاي المنطقة هي المسيب، قضاء المسيب. احنا بدينا من قضاء المسيب، تعرفون لانه بعد المواكب يعني في بغداد ما منصوبة، يعني منصوبة مكانات منصوبة لكن نهائيا ما بيها احد يحضروها حاليا. فاني بديت من المسيب لانه هنا شوية ناصبين مواكب، صح مو الكل يعني مباشرين بعملهم، لكن افضل اكو ناس تمشي. والوقت اللي اختاريته هو يكون بعد المغرب، الجو شويه حلو ويعني الهواء زين، ماكو حراره ماكو، قلت افضل حتى نقدر نوصل الى منطقه سيدنا عون، وبعدين من هناك نوصل الى مدينه كربلاء المقدسه. احنا جينا تعرفون من وقت عم شوي الاصر ازدحام، فاكو ناس دا تمشي ورايحين يعني للزياره، وهنا المواكب بعدها استوى دا ينصبوها، وكل ما دا نتقدم اكثر دا نشوف مواكب اكثر. حاليا الاستراحه في موكب ريحانة المصطفى رقم العمود 496، هذه هو موكب ريحانة المصطفى حتى برجال ونساء. هنا عبرنا منطقة عون، هسه لأن الجو شوية صار صبح وبدأ شوية الحر، أغلبيتهم طبوا للمواكب ناموا، هاي المواكب بعدها ما مرت فينا أمورهم، بس احنا تريقنا بموكب وطلعنا، ما بقى شيء. هسه احنا العمود 108، وصلنا هاي 108، هذاك 107، هاي العمود ان شاء الله ما بقى شيء نوصل كربلاء. هنا موكب عابس رضي الله عنه صاحب الكرامات، العمود 54 مقابل الحجي اللي موجود عنده التمن وبيه تعليمات حتى شوف اللي تطلب حاجتك وتطلع الكرامات هذا المكان. شوف هنا ارقى شيء اللي شفته انا بطريقي بهذا الموكب، مسوي تشابيه قريب على العمود 49. شوف يعني مثلا بيت الرسول عليه الصلاه والسلام والكعبه، مكان الكعبه المشرفه، وحتى مسوين التشابيه لواقعه الطف والتشابيه للسبايا. شوف يعني باوع كل شيء، حتى حاطين الاسماء مالتهم. يعني اللي باوع بالنسبه لي انا يعني صدق انقهرت، يعني تباوع على الوضعيه. شوف شوف شلون مصمميها ومرتبيها وتعبانين عليها بشكل، يعني شيء عجبنا يعني انه شلون
تعبين نفسهم حتى ينقلوا لك الصورة واضحة بكل تفاصيل حياة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف هاي مجسم للكعبة المشرفة، يعني خلينا نقول بداية النبوة، بعدين مسوي لك واقعة الطاف، يعني حتى آل البيت يعني شارحي لك بيها من توقف إذا واحد يشرح لك أنه مقتل سيدنا الإمام علي سلام الله عليه، واقعة الطاف بالتفاصيل مالتها كل شيء مسوينه. فخليكم ويا هذا التصوير حد ما ينتهي تمعنوا به. هسه حاليا وصلنا كربلاء، تقريبا مسافة قصيرة وندخل الى ضريح الامام الحسين سلام الله عليه. من وصل ان شاء الله لما اصور لكم هناك. Thank you.
إلى هنا أعزائي المتابعين، نهاية الزيارة إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وإلى أخيه أبي الفضل العباس. السلام عليك يا أبي عبد الله الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على الأرواح التي حلت بفنائك. ليسكت العالم أجمع ونستمع إلى صوت الحسين إلى يوم يبعثون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.